خيتر قبل أخوها يجيها بفراش المنية، كل خيتر قبل أخوها يجيها بفراش المنية، يسدل بجف رداها ويستمع من هالوصية، إلا زينب ما إليها من الأخويا حسرة جاية، إلا زينب ما إليها من الأخويا حسرة جاية، لن عشاقي تركها في فيافي أخوها تقطعت يمينه وشماله، نوى نزع السهام بقوة ما شاله، أخوها تقطعت يمينه وشماله، نوى نزع السهام بقوة ما شاله، وعاف مخيمات والسدر ماله، أبو فاضل وما أكثر أفضاله، أبو فاضل وما أكثر أفضاله، بيحبر لو دعت زينب بذاك الندى، وتنهض روحه مهما الجثة من مددة، ويسدل لكن بيا جف عليها الردى، وزندنا بلي جفوف من سيف العدا، بيحضر لو دعت زينب بذاك الندى، بيحضر لو دعت زينب بذاك الندى، وتنهض روحه مهما الجثة من مددة، ويسدل لكن بياجف عليها الردى، وزندنا بلي جفوف من سيف العدا، وزندنا بلي جفوف من سيف العدا، كل خيتر قبل أخوها يجيها بفراش المنية، يسدل بجف رداها ويستمع من هالوصية، إلا زينب ما إليها من الأخويا حسرة جاية، لن عشاطي تركها في فيافي الغابرين، يا عباس
أخوها تقطعت يمينه وشماله نوى نزع السهم بقوة ما شاله وعاف مخيمه وتوسد رماله أبو فاضل وما أكثر أفضاله أبو فاضل وما أكثر أفضاله بيحضر لو دعت زينب بذاك الندى بيحضر لو دعت زينب بذاك الندى وتنهض روحه مهما الجثة من مددة ويسدل لكن بياجف عليها الردى وزندنا بلي جفوفة من سيف العدى بيحضر لو دعت زينب بذاك الندى وتنهض روحه مهما الجثة من مددة ويسدل لكن بياجف عليها الردى وزندنا بلي جفوفة من سيف العدى وزندنا بلي جفوفة من سيف العدى كل ودي يحبر ويرفع نعشي ويسمع أن تنزاعي كل ودي يحبر ويرفع نعشي ويسمع أن تنزاعي في وجدي شفتني وداعة لازم الساعة يشهد وداعي لازم الساعة يشهد وداعي مثل ما شفت فوق الشريعة ودي يحضر وداع الوديعة مثل ما شفت فوق الشريعة ودي يحضر وداع الوديعة أتشابه عضيدي في نزعة الروح لكني بالفراش ومو جسمي مطروح لا دمي من جبيني من راسي مسفوح وش قد ابو الفضل تحمل من جروح وش قد ابو الفضل تحمل من جروح اتشابه عضيدي في نزعة الروح لكني بالفراش ومو جسمي مطروح لا دمي من جبيني من راسي مسفوح لا دمي من جبيني من راسي مسفوح وش قد ابو الفضل تحمل من جروح وش قد ابو الفضل تحمل من جروح وش قد ابو الفضل تحمل إيه عند الموت ما ذكرت إلا الوافي وفضله ويا خويا حسين جاني صوت من أبو فاضل خويا هالواصل يومي جاني البين
ما ذكرت له الوافي وفضله ويا اخويا حسين جاني الصوت من ابو فاضل اخويا الواصل يومي جاني البيت لو نحل مشكلة قطعة الراس لازم يجيني الحسين وعباس لو نحل مشكلة قطعة الراس لازم يجيني الحسين وعباس بالروح جوني لوهي مدمية الأجسام واحد ورا الجنازة والثاني قدام واحد ورا الجنازة والثاني قدام وتهلل وتكبر بخلفي أيتام وتهلل وتكبر بخلفي أيتام حق لحد مسيري لو سفرة الشام حق لحد مسيري لو سفرة بالروح جون إلهي مدمية الأجسام بالروح جون إلهي مدمية الأجسام واحد ورا الجنازة والثاني قدام وتهلل وتكبر بخلفي أيتام حق لحد مسيري لو سفرة الشام حق لحد مسيري لو سفرة حق لحد مسيري لو سفرة إلى الموت أنا هفتح باعي والأحباب لأن يقربني وتلاقى بالأخوان إلى الموت أنا أفتح باعي والأحضان لأن يقربني وتلاقى بالأخوان حفروا لي بس قبر بي أرض ما يهم روحي بكربلة باقي بس الجسم أني دون إخوتي لوحة ما تنرسم أقسم الدنيا والأخوة ما تنقسم أقسم الدنيا والأخوة ما تنقسم حفروا لي بس قبر بي أرض ما يهم حفروا لي بس قبر بأي أرض ما يهم روحي بكربلة باقي بس الجسم أني دون إخوتي روحة ما تنرسم لوحة ما تنرسم أقسم الدنيا والأخوة ما تنقسم أقسم الدنيا والأخوة ما تنقسم